نادت ابن أم الحسن يا ريت يمي بهالمحل حاضر تمنيت حاضر لما انطحيت فوق الثرى روحي بويلة حائرة ناديت بين أمي الحسن يا ريت أيام نبه المحن حاضر تمنيت حاضر تمنيت حاضر تمنيت حاضر تمنيت ريتك يا ابو محمد جينيت حاضر وانا بياني العيدة يوم اللي ذاك السهل خرق ديلي لي ومردة قل لي يا اخو عنك وحق الوالدة حطيت صدري نبلته لا يوصلك وانا الفيدة لكني ما أدري اش حوصل يوم اللي ذي صدرك وصل يمكن طيف الخويا وقع قمت اركض بصوبة بهلع حاضر تمنيت حاضر تمنيت لما انطحيت فوق الثرى روحي بويلة حائرة ناديت بين أمي الحسن يا ريت أيام نبه المحن حاضر تمنيت حاضر تمنيت حاضر تمنيت حاضر تمنيت والثانية يا ظنويتي احتاجتك بساعة عسر يوم اللي ذي شمر الخانة تربع يا خويا على الصدر بقل لحضارت يمك ترى وعندي على عتابك عذر مو جانت أمي حاضرة ورادت تطب فوق الشمر وبينك وبين أمي احتيرت في دل زمتها بهالوقت خايف عليها تنفجع يوم اللي راسك يرتفع حاضر تمنيت حاضر تمنيت حاضر تمنيت حاضر تمنيت
تمنيتك بساع الليذي للحمى زينب طالعي تناديني وانا على الثارة وصوت الحنونة اسمع قلب انكسر من عاينت اخت العقيلة ضايعي قل احضرت يا ابو علي لكني صوب المشرع اسمع وينين على النار بصوت اليفت حتى الصخر وبلا شعور توجهت سامحني يا خويا تيت حاضرتي منيت حاضرتي منيت لما انطحيت فوق الثرى روحي بويلة حايرة ياريتك بيوم الهزل ذنوها لي وديعت علي وتسمع اختنا ناديبه وين اللي يعدي المحملي سكن العزيزة حايرة نادي يا عمي ردي لي تمنيتك تشق القبر تحضر تقل هالدليلي يا خويا ما عفت الاخت للشام انا الساعة قصديت وصوب الخراب روحيتي افرش مكاني وخيتي حضرتي منيت حضرتي منيت فوق الثرى بويا ناديت ابن ام الحسن يا ريت يا ريت حضرتي منيت حضرتي منيت حضرتي